يعني عين ولا ودي ولا روح البل استنجد بيبل اريد اعلي اسمع صوتي بيبل استنجد حتى يشوفوا الحل الي. تنتحب لابنها بعد ان حال جهاز استنساخ بينه وبين حصوله على المركز الاول ضمن الخريجين في كلية الهندسة باحدى الجامعات الحكومية. يعني اذا ما جاب جهاز طبعا هي الدولة تقدر توفر هذا الشيء، يعني الكلية بحاجة جهاز الطباعة اللي هو ابني ما جابه، ددم قصوده دمر مستقبله، درس هاي 14-15 سنة تعب والله وياه ما خسرنا والله العظيم. أقعد لهم بالليل بالنهار أركض يطلع لي الدواء وأركض وراه، يعني ماما لا تنسب له السؤال، ماما هذا السؤال مهم، ماما يجي سوي ماما يجي سوي، يعني تعبت وياه ويشهد الله ورسوله. سرقة علنية للتعيين المركزية، يتحدث المهندس علي ويناشد للنظر بقضيته وفتح تحقيق مع الجامعة بعد استهدافه بمادة المشاريع. هم طلبوا أجهزة يعني أنه للكلية أجهزة استنساخ أو أجهزة طابعة، طلبوا من عنده أنه راح حتى نساعدكم بالمشروع. فأني كان يعني ظني قالوا أنه الطالب التعبان مستوى تعبان يدرب نفسه ما راح يجاوب، يجيب أحد الأجهزة في سبيل نساعده. أنا كان ظني إنه أنا مستواي العلمي يعني ماكو داعي أجيب ذي الأجهزة، يعني أعرف مستواي العلمي، فقلت إن شاء الله إنه أناقش وأجاوب وأخذ استحقاقي بتعب يعني. فتفاجأت إنه الطلاب اللي جايبين أجهزة والطلاب اللي عندهم واصلوا، أصلاً أكو طلاب ما ناقشوا، يعني شلون نجحوا وما أعرف. وفي الوقت الذي رفضت فيه الجهة المعنية التعليق على الحادثة، المناشدات تتجه لوزارة التعليم لفتح تحقيق بملف التلاعب بدرجات الطلبة الأوائل في الجامعات. من بغداد يا عرب القحطان، الشرقية نيوز.